نشرة إخبارية مفصلة جديدة من أورينت، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. تعاون تركي أممي يهدف لإعادة اللاجئين في تركيا إلى بلدانهم. طائرات الاحتلال الروسي تصاعد من غاراتها الجوية في ريفي إدلب وحلب. الجيش العراقي يعلن مقتل جميع المسلحين الذين هاجموا مركزا أمنيا في كركوك. تصاعد التوتر بين موسكو وكييف ومقتل جنديين أوكرانيين باشتباكات مع انفصاليين مدعومين من روسيا. مصرع 14 شخصا في انهيار منازل إثر الفيضانات غرب باكستان. أهلا بكم من جديد. كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده تعمل على إعادة اللاجئين المقيمين في تركيا إلى بلدانهم بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأوضح تشاوش أوغلو أن بلاده أطلقت مبادرة تعاون مع دول جوار سوريا حول اللاجئين السوريين الذين تستضيف تركيا النسبة الأكبر منهم، مؤكدا أن لدى أنقرة موقفا واضحا حيال نظام أسد، لكن تلبية الاحتياجات الأساسية للعائدين لا يعني إعادة بناء الدولة. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي المختص بالشأن التركي الأستاذ طه عودة أوغلو. أستاذ طه، مرحبا بك معنا في هذه النشرة عبر أورينت. كيف ستعمل يا ترى تركيا مع الاتحاد الأوروبي وغيره على إعادة اللاجئين الموجودين في أراضيها، إعادتهم إلى بلدانهم؟ الحديث هنا مثلا عن سوريا على وجه التحديد. نعم، تحياتي لك في البداية والسادة المشاهدين. بدون شك أن أعتقد التصريحات التركية هي تأتي في إطار هناك تحركات كانت تركية في الفترة الأخيرة أو أممية فيما يتعلق بموضوع اللاجئين. الوزير تشاوش أوغلو الذي تكرر تصريحاته خلال الفترة الأخيرة الماضية وخاصة فيما يتعلق ب الشأن السوري، هذه المرة تأتي وتركز على موضوع اللاجئين وخاصة بعد لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة. ولكن أنقرة وضعت نقاط على الحروب فيما يتعلق بوضعية هؤلاء اللاجئين، خاصة فيما يتعلق ب هناك كما تعلم في تركيا وفي لبنان وفي الأردن أن تكون هناك صيغة لإعادتهم، وفيما يتعلق بموضوع الحماية، موضوع التعليم. ما هي الصيغة التي من الممكن أن تقترحها تركيا يا ترى أستاذ طه؟ يعني إلى حتى هذه اللحظة لم يكشف الوزير التركي عن هذه الصيغة، ولكن إذا تحدثنا من زاوية أخرى، أنقرة تحاول من جهة أن تتعاون خارجيا مع الأمم المتحدة ومع دول أخرى فيما يتعلق بهذا الملف، ومن زاوية أخرى هناك ضغوط على الحكومة التركية وخاصة من قبل المعارضة، وخاصة في ظل يعني التوترات التي حصلت في الداخل التركي في الفترة الأخيرة. لذا تلاحظ أن الصيغة التركية أو التصريحات من قبل المسؤولين الأتراك هي تأتي في إطار وتصب في إطار الدولي، يعني العامل الدولي وأن الأمم المتحدة، ولكن هناك في النهاية لا توجد إلى حتى هذه اللحظة صيغة لإعادة اللاجئين، خاصة يعني في ظل استمرار أو بقاء نظام الأسد الذي قتل ويقتل في سوريا منذ سنوات. نعم، وضحت الفكرة، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي المختص بالشأن التركي الأستاذ طه عودة أوغلو، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أعلنت وزارة الدفاع التركية تصفية أربعة عناصر من ميليشيا قسد شمال سوريا. وبحسب الوزارة فإن القوات التركية استهدفت عناصر الميليشيا لدى محاولتهم شن هجوم على منطقة نبع السلام على الحدود السورية التركية. شنت طائرات الاحتلال الروسي غارات جوية على محيط بلدة كنصفرة جنوب إدلب وأطراف بلدتي الشيخ سلمان ودارة عزة غرب حلب. شفتها شفتها شفتها
الله أكبر، التنفيذ الثالث نفس المحل بالضبط. أحبط الجيش الأردني محاولة تهريب شحنة مخدرات جديدة قادمة من مناطق سيطرة نظام أسد. وذكر مصدر عسكري أردني أن قوات الجيش صادرت الشحنة المهربة بعدما أصابت أحد أفراد مجموعة التهريب بجروح وأجبرت البقية على الفرار باتجاه العمق السوري. إلى العراق، حيث أعلن الجيش عن مقتل جميع المسلحين من تنظيم داعش المشاركين في هجوم على حاجز أمني في محافظة كركوك الذي خلف 3 قتلى من عناصر الشرطة. جاء ذلك بعد أسبوع من هجوم مسلح يشتبه بوقوف تنظيم داعش وراءه، قتل خلاله 12 من أفراد الشرطة في المحافظة. وزادت وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم في كل من كركوك وصلاح الدين شمالا وديالى شرقا. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المحلل السياسي والأمني الأستاذ كاظم الحاج. أستاذ كاظم، مرحبا بك معنا في هذه النشرة عبر أورينت، وأشكرك على انضمامك لنا فيها. كيف، في أي سياق تأتي هذه العمليات التي أعلن الجيش من خلالها أستاذ كاظم عن مقتل مسلحي داعش الذين شاركوا في الهجوم الأمني الأخير على حاجز في محافظة كركوك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك السيد الفاضل ولمشاهديكم الكرام. هناك تفعيل واضح للخلايا الإرهابية وزيادة ملحوظة أيضا في نشاطها واستهدافها للقوات الأمنية والأبرياء، وبالتالي هناك عدة عمليات انطلقت تحت اسم ثأر الشهداء من أجل يعني مباغتة وأيضا القبض أو القضاء على هذه المجاميع الإرهابية. وما تم اليوم حقيقة هو يأتي في هذا الإطار، إطار أن يكون هناك استمرار لمتابعة ومكافحة هذه المجاميع الإرهابية، خصوصا أن هذه المرة هذه المجاميع الإرهابية عملياتها نوعية من ناحية التوقيت وزيادة أيضا عدد الشهداء، وكذلك طبيعة منع أن يكون هناك دعم أو إسناد للنقاط والقوات الأمنية التي تتعرض لهذا الهجوم كما حدث في ناحية الرشاد في محافظة كركوك قبل أيام. وبالتالي سيدي الفاضل يعني هذا الامر ياتي في استمرار يعني القوات الامنيه العراقيه بمواجهه هذه المجاميع الارهابيه على طول الخطوط يعني والحدود تحديدا مع العراق وسوريا، وايضا استمرارا بغرب العراق. كان هناك ايضا اليوم انطلاق للحشد الشعبي لعمليه لتطهير مناطق محافظة الانبار. ولكن استاذ كاظم، كيف لنا ان نفسر هذه الهجمه التي يشنها مؤخرا تنظيم داعش على محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين على وجه الخصوص؟ يعني هناك سببين رئيسيين سيدي الفاضل. اولا مساله دعم القوات الامريكيه لهذه المجاميع الارهابيه وتحديدا على مستوى النقل والمعلومه الاستخباريه. والأمر الآخر وللأسف الشديد هناك تراخي من القيادات الأمنية وقصور واضح في القيادة العامة للقوات المسلحة وعدم محاسبة يعني هذا الاستخاء وما ينتج عنه، خصوصا أن نتائج هذه الخروقات الأمنية هو عدد كبير من الشهداء كما حدث في كركوك، وأيضا يعني عدم أن يكون هناك مسك للأرض. نعلم جيدا أن القوات الأمنية تذهب باتجاه تطهير مناطق ثم تعود لسكناتها، وبالتالي ترجع المجامع الإرهابية ل أن تتحرك بسهولة ويسر. أيضا المناطق المتنازع عليها بين القوات الاتحادية والقوات البيشمركة أيضا تعتبر مناطق تحرك آمنة بالنسبة للمجاميع الإرهابية، وبالتالي عدم وجود تعاون بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وكذلك استرخاء واضح وتقصير واضح في القيادة للقوات الحكومية وخصوصا في الشرطة الاتحادية أدت إلى أن يكون هذا النوع من العمليات والهجمات الإرهابية. وضحت الفكرة، أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر. المحلل السياسي والأمني الأستاذ كاظم الحاج كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. نبقى في العراق، حيث استهدف طائرتان مسيرتان يعتقد أنهما تابعتان للميليشيات الإيرانية استهدفتا محيط مطار أربيل شمال البلاد، حيث تتمركز قوات تابعة للجيش الأمريكي دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية. Thank you.
هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إيران مشيرا إلى عدم احترامها الاتفاقيات النووية، وهدد جانتس بالتحرك ضد طهران، كما دعا لفرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق نفسه. أعلن الجيش الأوكراني مقتل 2 من جنوده وإصابة 10 آخرين في مواجهات مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلد. جاء ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين كييف وموسكو بعد مناورات للأخيرة شارك فيها أكثر من 100,000 جندي روسي على الحدود الأوكرانية. في باكستان لقي 14 شخصا مصرعهم، بينهم 8 نساء، إثر انهيار عدد من المنازل نتيجة الفيضانات التي ضربت إقليم خيبر بختنخوا شمال غرب البلاد. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على كرم المتابعة. للمزيد من التفاصيل والمعلومات زوروا موقعنا عبر الإنترنت orion-news.net. إلى اللقاء.